الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 28 يونيو 2020، شرفنا أن يكون معنا البروفيسور عبد الرحمن كرار، وهو شخص ما شاء الله يعني غني عن التعريف. لكن للناس اللي ما بعرفوه، بروفيسور عبد الرحمن هو أستاذ مشارك كلية الهندسة وعلوم الحاسب في جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مستشار سابق للهيئة القومية للكهرباء. الموضوع بتاع الويبينار ده بدأ قبل أيام لما كتب يعني بوست في الفيسبوك، لقى انتشار كبير جدا بعنوان الكهرباء في السودان وعنق الزجاجة. فقلنا بروف يا أخي تعال قدمه في سيمينارات الباحثين السودانيين على أساس إنه يصل للناس المعنيين، ودعنا نعرف الحلول شنو في حكم خبرته في الكهرباء اللي هي واحدة من الحاجات الكبيرة اللي بيعانوا منها الناس. مبارح أنا ولدي يا بروف قلت له شاهدت المؤتمر بتاع شركاء السودان، والله أصدقاء السودان يعني ساعدوا وشاركوا وكده، قال لي خليه يجي يحلوا لنا الكهرباء دي. نعم اتفضل يا بروف، عنق الزجاجة. شكرا لك دكتور رونو، شكرا جزيلا. عبد الرحمن كرار، أستاذ مشارك ورئيس مؤقت لقسم الهندسة الكهربائية في جامعة تينيسي في تشاتانوغا هنا في تينيسي. والحقيقة أنا كنت مستشار لفترة طويلة في الهيئة القومية للكهرباء من 2003 لحد 2010، مستشار للهيئة القومية. وبعد ذاك بعد ما يعني أعيد الهيكلة يعني أصبحت مستشار للشركة السودانية للنقل وبرضو مع والوزارة بتاعت الكهرباء والسدود لحد 2014، 2010 لحد 2014، وكنت في مجلس الإدارة بتاع شركة النقل. فالاهتمام بتاعي بالشبكة السودانية بدأ من أيام الماجستير والدكتوراه، من منتصف الثمانينات من القرن الماضي، فمتابع الشبكة، الدراسات العليا بتاعتي في الشبكة السودانية، استمرت يعني أدرس الشبكة السودانية وأعمل بحوث عنها لحد ما بقيت يعني فعلا مستشار لها بعد ذلك. بس الخلفية دي ضرورية لأنه يعني عايز أوري إنه what I'm talking about يعني عارفه يعني I know الشبكة يعني إلى حد كبير. صحيح انقطعت من 2014 إلى الآن، لكن الشيء اللي شايفه ما في تغيير كبير في الانفراستراكشر بتاع الشبكة، وإنما حصل تغيير في الحمولة وبدون تنامي متوازي في الشبكة، ويمكن دي الحاجة دخلتنا في المحك الحاصل، هو أصلا كانت مشكلة قائمة وبعدين اتفاقمت ومستمرة في التفاقم. أنا زمني محدود لذلك هتكلم مباشرة، هتكلم وأتمنى ما يكون كلامي ممل. هحاول to share two or three screens بس ناوي أتكلم عشان أوضح بعض النقاط. الشيء الأساسي في الأول لازم أوصل الفكرة بتاعت الفاقد، لأنه ده أساساً المحك. دي الصفة الفريدة الموجودة في شبكتنا اللي هي ما موجودة في العالم، اللي هي بتدي urgency، بتدي مو زي يقولوا impetus للطاقات البديلة أو للطاقة بديلة عن الطاقة الحرارية الموجودة. يعني هي أصلاً الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية مجدية، لكن بتبقى even more so في ظل الواقع بتاعنا نحن الحاصل في شبكتنا الآن. فالفاقد اللي هو الشيء الأساسي اللي أنا بنطلب منه، وده كان موضوع أساساً يعني كان حاصل من زمان، الفاقد اللي هو ما بيشبه الفاقد الموجود في بقية العالم. الفاقد معناه شنو للناس اللي ما عارفينه؟ أنت بتبدأ الكهرباء المسيرة الطبيعية بتاعتها من النقل، وبعدين بتمشي عبر من التوليد التوليد بمختلف أنواعه،
التقليد التقليدي، التوليد التقليدي اللي هو الحراري، فيرنس أو غاز، كومباين سايكل، فحم، whatever هو نوعه، بعدين عبر الشبكة الناقلة اللي هو ترانسميشن، بعدين عشان توصل للمواطنين بيمشي يخش في شبكة اسمها شبكة التوزيع، اللي هي أولاً بتبدأ متوسطة الجهد بعدين منخفضة الضغط اللي هو بتساوي الجهد بتاع المواطن. في المراحل دي أثناء ما هي منسابة من النقل من التوليد لحد المواطن بيحصل فقودات، جزء منها بيفقد في العملية بتاعت النقل نتيجة للمقاومة بتاعت الأسلاك يعني. فده بسميه فاقد حراري ونسميه برضو فاقد فني. فلو ولدت 100 ميجا وات، عندنا في السودان الحاجة اللي كنا ملاحظين لها إنه النقل، شبكة النقل لأنها مصممة بتصميم عالمي وتصميم جيد، الفاقد ما بيتجاوز 3-4%. بعد كده بتمشي للشبكة بتاعت التوزيع اللي هي برضو الميديوم فولتج اللي هو عندنا مستوى 33,000 فولت و11,000 فولت، الفاقد برضو ما بطال ولو إنه كان أعلى من الحد العالمي. بيبقى المشكلة وين؟ في اللو تنشن اللي هو بتاع المواطن ده، اللي هو نحن ابتدعنا طريقة بتاعت مد خطوط منخفضة لمسافات تصل لكيلو أو نص كيلو، دي أغلب المشكلة فيها هي يعني. فدي دي بنلاحظ فيها فاقد زي 12-14%. لو جمعت الفقودات الجهد المتوسط بالناسب زي 7%، فلو جمعت الحياة دي اللي هو ال 14 والسبعة والأربعة بتصل للأرقام اللي أنا بتكلم عنها اللي هي بتاعت 25% وكده. ده ما مقبول. المتوسط العالمي للفاقد في الشبكة الفني ككل حوالي 8%. المدى بيتراوح بين 4-12. يعني حتى في بعض الدول محققة أقل من 4، أنا سامع أرقام زي 2 يعني في المية، ونهدي صعب تصديقها لكن يبدو أنها حاصلة في بعض المناطق. فأربعة في المية طبعاً موجودة يعني كثير جداً، دول عندها efficiency عالية. صعب إن في دولة مترامية الأطراف زي أمريكا وروسيا تصل لأربعة في المية، فبتصل لأرقام زي 8%. في أسوأ الحالات ممكن تكون زي 12%. أبداً موضوع إنك تخش في العشرينات و25ات ده ما مقبول إطلاقاً. السودان ما كان ما بطال يعني، كان أنا بتخيل في اللحظات اللي جات بعد الدفع المقدم، تتذكروا طبعاً عدالة الدفع المقدم، قبلها ما كان في طريقة تحسب أي شيء، لأنه أساساً كان في الفاقد الغير فني اللي هو الكهرباء الكباري بتاعت العدالات والجبارات والكلام ده كله، ما ده كله نون تكنيكال لوس، ما كان في طريقة تفرق التكنيكال من النون تكنيكال. الحكاية كانت جاية طيولة بعد ما خشت العدالات بتاعت الدفع المقدم اللي هي الموضوع النون تكنيكال ده يعني بقى محدود خالص، فبقى كان في طريقة تعمل نوع من التقدير للفاقد الفني. كان ما بطال يعني بالحدود بتاعت 16-20، لكن الوضع تفاقم، ونحن لما بدينا نحسبه قدرناه بحوالي 25%. ده في لحد ما أنا غادرت يعني 2014. المتوقع ولنا الآن إنه المسألة تكون ازدادت سوءاً لسبب بسيط، هو تنامي الحمولات، حصل growth في الحمولة بدون ما يحصل تنامي مماثل في البنية التحتية في الانفراستراكشر بتاعت الكهرباء اللي هو الخطوط بتاعت النقل والتوزيع اللي هي بتوصل. إنت ما يعني ما ممكن الحمولة تنمو واللوسز بتاعتك تظل كما هي الا تشيس الحموله دي بانك تعمل انفراستراكشر يعني. ف
الانفراستراكشر اللي بتعمله يعني للاسف كان كتير، يعني انت مطلوب انك تعمل لاحظ انه اللوسز دي بتتناسب مع مربع الحموله تقريبا، فانت اذا الحموله بتاعتك ضعفت اللوسز بتكون قريبه لاربع مرات، فبقى في مشكله انك انت لازم سريع تلحق انك تقوم تعمل محطات جديده وخطوط نقل جديده وكذا. ودي كانت حالتنا دائما، كنا في حاله بتاعت يعني محاوله، لانه مع الزياده بتاعت الحموله ما كانت بتتضاعف كل سنه حسن الحظ، لكن في 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 كان نمو بحوالي 14% وبين 10 و20 يعني تقريبا 14%، فكنا بنخطط لانه نعمل رينفورسمنت للشبكه. أخيرا تقريبا في 2012 من الحاجات اللي انا حاضرها اللي هو كان خشينا مع لاماير الشركه الالمانيه المستشار الالماني عشان يكون مستشار ل سميناه خطه الطريق للشبكه بتاعت الخرطوم، شبكه التوزيع رود ماب، خرطوم ترانسميشن اند ديستريبيوشن رود ماب، على اساس انه نضع خطه هي طبعا دي في اطار الخطه الكبيره اللي هي الخطه طويله المدى. الخطه طويله المدى بتتكلم عن الجنريشن وبتفترض انك انت بتعمل انفراستراكشر، لكن انت الان تخش في التفاصيل بعد ذاك تعمل خطط لكل شركه، شركه التوليد تعمل خطط، شركه النقل تعمل خطط، فكنا بنعمل خطط في شركه النقل على اساس انه ندعم الشبكه. فاخيرا كان 2012، انا متاكد انه الحاجات دي ما نفذت يعني، وفي نفس الوقت الحمولة زادت زيادة كبيرة جدا، يعني أنا ما أعرف ضعفت تقريبا كانت حوالي 2000 وحسي حوالي 3000 ميجاوات أو أكثر من 3000 ميجاوات. سامع إنه يعني إذا شلت السبريس ديمان ممكن تصل 3500 وحاجة زي دي. المبدأ سيمبل، أي مهندس تاع كهرباء فاهم إنه يعني أنت ممكن تعرف الشبكة الآن فيها لوسز كبيرة بطريقة بسيطة جدا، بس تعاين للتيار اقصى تيار عندك في الموصلات بتاعتك. في زي جولدن رول اوف ثامب زي ما نقوله، انه التيار بتاعك الماكسيمم ما المفروض يكون اكثر من 40% من الحموله بتاعت الموصل. يعني السيليكا 70 ملي اذا كان بيشيل لك 250 امبير، انت ما تشيله اكثر من 40% اللي هو في حدود 100 امبير او اكثر، ما تشيله كحد اقصى. هنا في اذا انت التزمت بهذه خلاص انت بتكون في السيف سايد، يعني ده زي والقاعده دي وصلوا لها الناس بتاع يعني الباور سيستم ايكونومكس اكشلي، يعني ما الناس اللي هم كانوا بيدرسوا الكفاءه بتاعت الشبكه. طبعا في بعض الديتيلز، انه في حاجه اسمها اللود فاكتور، يعني التوليد الاستهلاك ده طبعا ما استهلاك منتظم، لكن بيحصل له سايكلينج بين اقصى استهلاك واقل استهلاك. اللود فاكتور عندنا في السودان يعني كان بسيط، كان حوالي 60 او 65، الان بقى اكثر لانه حموله الليل ويعني تقريبا قربت من حموله النهار، فبيحصل سايكلينج لكن ما بالمستوى اللي كان موجود زمان. وكل ما يحصل وكل ما السايكلينج يقل دي بتزيد يعني في المساله سوءا، يعني ممكن تتعامل معها اولموست تعامل بتاع باور ما تعامل بتاع انرجي، لانه بيكون عندك كانما عندك باور ثابته يعني ماشي، لكن انت لازم تدخل في الحساب اللود فاكتور. فإذا بحسابات البسيطة دي افترضنا إنه الشبكة أو الحمولة مشت مرة ونص وما حصل تغيير في الانفراستراكشر، ممكن تصدق إنه اللوسز خشت في 40% ويمكن أكثر، ودي كارثة طبعاً في حد ذاتها. لكن حتى لو ما وصلت الأرقام دي، حتى لو كانت 30% دي ذاتها كارثة. فخلي ال 25% اللي انا قلتها اللي هو اللي كان في الفيجر ده قد يكون اعلى كبير، يعني I just don't know
بالضبط الفكرة الصحيح الآن طبعاً ده الحساب، والحساب بتاعه سهل، ما صعب يعني، وممكن يحصل له فيريفيكيشن من المبيعات يعني. هي كل الناس اللي هم بيخشوا في التقدير بتاع الحساب. طيب دي كان لازم الخلفية بتاعت الفاقد أقولها في الأول، لأنه دي المدخل بتاع الحاجة دي يعني. فليه انا بفتكر انه الطاقه الشمسيه يعني مفيده في التخفيف من الازمه الحاصله في السودان الان؟ فبتكلم اول شيء عن الطاقه الشمسيه بصوره عامه، وبعد ذاك بتكلم عن النمط بتاع الاون جريد والاوف جريد، اللي هو ده طبعا برضو في نقاش كثير حوله في يعني في الوسائط في الفيسبوك اللي انا بخش فيه كثير. ففي الاول بتكلم عن الـ عن الـ عن الطاقه الشمسيه كخيار استراتيجي، كخيار استراتيجي اصلا يعني من البدايه. اذا الدوله بنت الطاقه الشمسيه كخيار استراتيجي تتحقق فوائد عديده. اول شيء الطاقه الشمسيه اصبحت competitive الآن. الطريقة في العالم الطاقة الشمسية أصبحت competitive، بل بيقولوا يعني في مجموعة اسمها IHS Market، اللي هي مجموعة بتاعت معلومات في إنجلترا لندن، يعني التقرير بتاع السنة دي بيقول إنه أوكي ال ديكيد الفات العشر سنين الماضية من 2010 لحد 2020 كانت الفترة بتاعت دعم الطاقة الشمسية. الديكيد الجادة من السنة دي والتماشي لقدام، الطاقة الشمسية أصبحت ما محتاجة دعم. أوكي؟ أصبحت can stand on its own يعني. أصبحت competitive. واحد من الديكيدز بتاعت إنها competitive ولا لا، الحسابات اللي بيعملوها لما يسمى بال levelized cost of energy. انا ممكن اعمل شير للسكرين، هاي ممكن طوالب. اوكي طيب، فهي هنا لو لاحظت دي مجموعه اللي هي تابعه لل Department of Energy في امريكا، اللي هي اداره اسمها Sunshot. اللي هي عندها مشروع اسمه Sunshot. فهم بيتكلموا عن هم بيحسبوا الـ levelized costs of energy. طبعا levelized cost of energy اللي هي يعني التكلفة بالعربي، التكلفة بتاعة الميت بتاع الكهرباء بتاع الكيلووات اور يعني، بيكلفهم كم، محسوبة على الـ economic life، على الحساب، على الـ الايكونوميك لايف بتاع التوليد نتكلم عنه يعني، ماخود فيه الكابيتال كوست، ماخود فيه الصيانه، ماخود فيه الوقود اذا في وقود، ماخود فيه الديسكاونت فاكتور على الـ على الـ على المدى العمري لل تكلفة. فدي بالنسبة للثلاثة كاتيجوريز من الطاقة الشمسية، اللي هي طاقة شمسية منزلية وطاقة شمسية تجارية وطاقة شمسية بتاعت شبكة utility، اللي هو بيعملوها ناس الشبكة نفسه. دي في 2010 كان السعر غالي جدا جدا، اللي هو 52 سنت للكيلووات اور. طبعا دي حاجه اصلا ما 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 يعني لا يمكن تنافس الطاقات الثانيه اللي هي دائما اقل من 10 سنت. 2017 وصلت 16، انا بتكلم عن الريزيدنشال، وصلت 16 سنت. ده في امريكا طبعا، وامريكا بالمناسبه فيها منافسه كبيره جدا من الطاقات الثانيه، في عندهم غاز طبيعي يعني
بيعملوا له فراكينج ده اصلا يعني very competitive، صعب جدا الطاقه الشمسيه تنافسه مع كده بتنافسه يعني. عندهم برضه فحم الحجري اللي هو برضه الفحم والنيوكلير اللي هم اغلى شويه لكن برضه يعني رخيصه. 2020 اللي هو السنه دي وصلنا 10 ده ريزيدنشال لاحظوا وصلنا 10 سنت اللي هو بدأنا نخش في الزون اللي هو خلاص يعني ده كومبيتيتيف بعد كده 10 سنين نهاية الناس يتوقعوا انه الليفلايز كوست يكون 5 سنت للطاقة الشمسية المنزلية. بالنسبة للتجاري الآن 8 سنت توقع يصل 4 سنت. بالنسبة لحق اليوتيليتي اللي هو طبعا ناس الشبكة بيقوموا بيعملوا زي مزرعة صغيرة بتاع الطاقة الشمسية ممكن تكون 5 ميجا وات ممكن تكون 10 ميجا وات وبيعملوا لها انجكشن في الشبكة. الآن السعر بتاع في 2020 very competitive وبل يعني أرخص من كثير جدا من الطاقات الحرارية حتى الغاز اللي هي 6 سنت يعني ودي كانت محققة من 2017 بالمناسبة وماشي لحاجة كده يعني very low اللي هو 3 سنت. فده بس الإطار بتاع إنه هل المسألة competitive ولا لا؟ أكيد competitive يعني بصورة كبيرة جدا جدا. فأنا أواصل. طيب ده من ناحية إنها competitive ولو قارنتها بال levelized annual cost أو levelized cost of electricity بتاع الفحم الطاقة النووية بين 7 و 8 وطاقة الرياح الآن زي الطاقة الشمسية تقريبا بين 4 و 5 يعني تقريبا بتشبه الطاقة الشمسية. للأسف يمكن نحن ما عندنا potential بتاع طاقة الرياح كثير في السودان لو كان في محدود أنا ما بعرف كثير عنه يمكن الناس المتخصصين في الطاقة بتاعت الرياح يعرفوا أكثر مني في الموضوع ده. في النقطة بتاعت الكومبيتيتيف بالنسبة لي ده طبعا الكلام ده كان في أمريكا. هنا في السودان عندنا مشكلة أكبر بكثير اللي هي عندنا الانفراستراكشر بتاع الوقود نفسه اللي هو المصافي والانتاج يعني كثير من المحطات بتاعتنا كان لما الخطه الطويله المدى وضعت كان على اساس وجود يعني اندستري بتاعت ريفاينريز تنتج الغاز الغاز اويل والفيرنس وطبعا كثير برضه من المحطات كانت انشئت على اساس الكروت اللي هو كان متوفر وكده. الان في مشاكل زي ما يعني في ضائقه كبيره في مشاكل بتاع السبلاي للوقود في نوع من الساتوريشن للطاقه بتاعت التكرير. فانت لازم تضع في الخطط بتاعت اي توليد حراري جديد infrastructure بتاع مصافي بتاعت لازم تضع في اعتبارك انك انت هتستورد الوقود وبايبس واشياء زي دي بايبلاينز واشياء زي دي فدي كلها بتخش في الحساب بتاع الوقود وبالتالي بتخش في الحساب بتاع التوليد الحراري. فإذا أنا كنت بتكلم عن أمريكا اللي هي فيها الغاز الطبيعي وفيها الفحم وفيها النيوكلير وفيها الأشياء دي كلها متوفرة بصورة كبيرة وما بالك بالسودان اللي هو عندك مشاكل كبيرة جدا بتاع السبلاي واللوجيستكس في موضوع الوقود. بعد ما أنت طبعا تعمل حسابك للوقود وتعمل حسابك للسولار انرجي في كمان نوع جديد من الحساب
بيستعملوه، وانا بفتكر انه على الحساب ده هو بالذات مهم في الشبكه بتاعتنا، اللي هو بيسموه مش الليفلايز كوست اوف انرجي اللي هو كنت اتكلمت عنه، وانما اسمه الليفلايز افويدد كوست اوف انرجي. بمعنى انه جبال انت بتعاين للطاقه الشمسيه وتقارنها مثلا بطاقه حراريه، اوكي، غاز ناتشورال غاز ولا نيوكليير ولا كول ولا كده، بتقارنهم مع بعض. الليفلايز افويدد كوست بتدخل فيها عامل الشبكه اللي هو الطاقه الشمسيه لما تخش هتوفر لك ياتو نوع من الطاقه. من ناحيه ريفينيو بتاعت الشبكه الاثر بتاعها شنو؟ فالليفلايز افويدد كوست هي بتدخل فيها حسابات الريفينيو الناتجه عن ادخال التقنيه دي في الشبكه. يلا العامل بتاع الشبكه ده مهم جدا عندنا. ليه؟ لانه الطاقه الشمسيه انت بتدخلها وين؟ ما في الناحيه بتاعت النقل، وانما في الناحيه بتاعت الاستهلاك اللي هو في الجهد المنخفض والجهد المتوسط. لما تخش الريفينيو بتاعك بيزيد لانه انت هتقلل اللوسز. وانا تذكر قلت عمق الزجاجه، كلامي كله كان مبني على عمق الزجاجه، لانه النقطه دي انا فاهمها كويس جدا. البروبلم بتاعتنا بالذات هي اللوسز، هي مشكله كبيره جدا جدا. فاذا استمرت تضخ طاقه حراريه بمساويها دي كلها وبعدم توفرها، بعد كده انت هتخسر كميه منها في اللوسز بتاعت الشبكه. يبقى الليفلايزد كوست اوف انرجي ما بتديك الصوره الكامله، لكن لما تستعمل الليفلايزد افويدد كوست اوف انرجي اللي هو التكلفه اللي انت بتتفاداها لما تدخل طاقه زي الطاقه الشمسيه البديله، بتصير لك الفائده كمان بصوره اكبر. يعني اساسا هي كومبتيتيف، لما كمان تحسبها بالليفلايزد افويدد كوست هتلقى انها كومبتيتيف بصوره كبيره جدا جدا. فيبقى الاساس بتاع المساله هو حل مشكله الفاقد اللي هو تجنب عمق الزجاجه، وكل ما طبعا البنتريشن بتاع الطاقه الشمسيه زاد، كل ما انت يعني كل ما كانت مور اند مور ايفكتيف في تقليل الفاقد لحد ما تصل لليفل. بعد كده بتبقى خلاص، بعد كده انت ممكن تستعمل الحسابات العاديه بتاعت الليفلايز كوست اوف انرجي، وبعد ذاك تشوف ممكن تقرر تجيف بعد كده لانه بقى الفاقد بتاعك ما 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 او قريب للدول او المعيار العالمي. بعد ده ممكن بعد كده تبدا تخطط بصوره طبيعيه اللي هو تعمل توليد حراري ومائي وكده من الناحيه بتاعت الجنريشن. وبالمناسبه انا ما ضد نهائي الاستزاده من الطاقه التقليديه، انما نحن محتاجين لانه نعمل حاجه متوازنه، نعمل ميكس متوازي، لانه عندنا وضع الان ما سستينبل، عندنا وضع طبعا الان ما سليم، فلازم نصحح الوضع ده وبعدين نبدا نشوف التنميه في الطاقات بصوره متوازنه. فيبقى الطاقة الشمسية الآن مفيدة وملحة لأنه بتعالج لنا المشكلة دي. والطاقة الشمسية المنزلية بالذات ملحة أكثر في الوقت الحالي، مع إنه أنا قلت إنه الطاقة بتاعت اليوتيليتي كومبتيتيف أكثر واقتصادية أكثر، لكن نحن وضعنا شاذ شوية. الطاقة المنزلية مفيدة أكثر. ليه؟ لأنه عندنا مشكلة في الجهد المنخفض، مشكلة بتاعت لوسز كبيرة جدا في الجهد المنخفض، ما زي الدول الثانية. فالطاقة الشمسية المنزلية من ناحية شبكة، أوكي، بتكلم أنا من ناحية بتاع الشبكة، مفيدة إنها تقلل اللوسز بتاعت الشبكة. عندنا زي ممكن نسميه خطأ تصميمي
في الشبكة بتاع الضغط المنخفض. ما في دول في العالم بتمدد خطوط ضغط منخفض اللي هو 240 فولت زي ما عندنا لمسافات طويلة، إنما الهاي تنشن بيجي في قدام المستهلك وبعد كده بتنزل مباشرة للضغط المنخفض بدون ما تعمل. لسبب ما وأنا ما عارف الخلفية، لكن دي كان تغليد أو إرث متوارث وما سليم. الناس زمان كانت بتعمل أمية بسيطة 50 kVA و 100 kVA، ما كانوا بيزيدوا من كده، لكن بدأت تزيد، بدأت تظهر ناس 300 و 500 و 1000 والآن 1500 ويمكن أكثر. ودي المشكلة، لأنه دي بتتيح لك إنك تمد في الشبكة هذا الضغط المنخفض وتعمل فاقد، تعمل الجزء الكبير اللي هو 12 و14% الكمبوننت الكبير اللي هو ما موجود في الدول العالم الثاني، وده أساسا بيضاف لباقي الفلودات فبيعمل الرقم الكبير. عشان كده الطاقة الشمسية المنزلية بتساعد في المسألة دي. الفائدة الثانية للطاقة الشمسية بصورة عامة اللي هو بتساعد في حل الانفراستراكشر البنية التحتية اللي هو ملح الآن. عندنا يعني فترة طويلة ما لحقنا، فترة طويلة اللي هو يعني ما حصل reinforcement للشبكة. الآن نحن مطالبين إنه نعمل reinforcement بكابيتال كوست عالي جدا جدا للشبكة القومية عشان تقدر الكهرباء المطلوبة الآن واللي عايزين نعملها installation عشان نقدر نضخها للمواطن. المفروض نعمل reinforcement كبير جدا جدا في الشبكة، المفروض نجيب محطات بتاعت نقل 220 110 33، المفروض نجيب محطات بتاع التوزيع 33 11، المفروض نجيب محولات كثيرة جدا 11 ل 415. كل هذه معاها خطوط ناقلة وأعمدة وتاورز وإلمانة كبيرة جدا، كلها مطلوبة الآن لأنه عندنا عدد من السنين ما كنا بنعمل reinforcement أو ما كنا بنعمل reinforcement بالطريقة المواكبة للتطور في الحمولة وزيادة في الحمولة. وبالمناسبة الزيادة في الحمولة ذاتها ما طبيعية، وممكن برضو دي جايها للنقطة الجاية لما نجي نتكلم عن الأوف جريد. في طبعا فوائد للطاقة الشمسية الجانبية وما هتكلم عنها، اللي هي الجودة بتاعت السبلاي زي الفولتج والجهد وكده. يعني لما يكون عندك ديستريبيوتد جنريشن بجانب المواطن بيصلح لك الفولتج. طيب النمط شنو؟ اوف جريد ولا اون جريد؟ ما في شك وانا بتفق مع كثير من الناس اللي بتدخلوا معي في انه الاون جريد هو النمط المناسب او المجدي، وده المعمول به في كاليفورنيا مثلا او في كثير من دول العالم. انه النمط اللي ما فيه بطاريات اللي هو الاون جريد، بحيث انك تعمل انجكشن مباشره بواسطه جريد تاي انفرتر في الشبكه، هو الاجدى اقتصاديا من الانماط اللي فيها البطاريات، لانه البطاريه التكلفه بتاعتها ما سهله. إذا أنت كنت داير يعني تمشي completely off grid لازم يكون عندك بطاريات تكفيك، ودي component كبير جدا من التكلفة. السودان الآن ما جاهز تماما للنمط بتاع off grid، كلنا عارفين الحكاية دي. في زمن عشان محتاجينه، أولا عشان نضع الفريمورك سياسات بتاعت التعامل مع الـ on grid، التعامل مع الطاقة المنتجة من مع الزبون. محتاجين نعمل business model العلاقة بين الشبكة بتاعت أو الشركة بتاعت الكهرباء والناس اللي عايزين يخشوا في المسألة دي كبزنس، وحتى مع المواطن العادي المستهلك. محتاجين للتغنية اللي هو العدادات بتاعت الاتجاهين. لكن
الآن ممكن نبدأ في النمط بتاع الأوف جريد بصورة محدودة، بمعنى إنه يحصل دعم للألواح الشمسية فقط، ما البطاريات، باعتبار إنه الألواح الشمسية دي بعدين أصلاً هي هتخش في النظام بتاع الأون جريد ككمبوننت أساسي. البطاريات دي بتترك للزبون أو للمستهلك تقديره على حسب حاجته، لأنه الآن في كرايسيس، فإذا حصل نوع من الدعم للطاقة الشمسية للألواح بعد كده الزبون ممكن يقرر إنه والله عايز يعني في اللحظة في الفترة بتاعة انقطاع الكهرباء عايز يعمل سبورت لعدد محدود من الأجهزة. طبعا ما بيركب بطاريات بالحجم اللي بتكفيه للاستهلاك، ودي اصلا طبعا اصلا ما في شك ما مجدية نهائي، لكن زي ما بيعملوا كثير من الناس الان بيركبوا بطاريات بتديهم طاقه محدوده في الفتره بتاعت القطع، ومعها طبعا الانفرتر الاوف جريد اللي هو ما غالي، فدي الزبون ممكن يجيبه. الان في طبعا الناس بتعمل كده اللي هو بيجيبوا، حتى انا سامع يعني انه الشركات بتاعت الطاقه الشمسيه بتدي الزبون تعرض عليه الالواح والبطاريات والانفرتر، فبيقول ما داير الالواح بيشيل البطاريات والانفرتر وهو بيساعده في كده. ودي طبعا يعني مش كمان عندها فائده، عندها ضرر كبير جدا على الشبكه. طبعا ما بنقدر نلوم المواطن، لكن المساله انك انت يعني اوريدي طاقة شحيحة جدا، فبتقوم تشيل استهلاكك من الشبكة وتشيل الطاقة اللي عايز تخزنها لي بعدين من الشبكة برضه، فبيكون يعني سحبت من الشبكة طاقة زيادة وفاقمت المشكلة. فلو كان عندك طاقة شمسية مدعومة ولو كان دعموا لك الألواح كان ممكن على الأقل الجزء اللي عايز تستهلكه لما الكهرباء تنقطع دي تاخده من الطاقة الشمسية. واساسا النمو اللي حصل اساسا الحاجه تخلي الناس يعملوا كده شنو، والخلى النمو ده ذاته يزيد بصوره كبيره شديد هي شنو، هي الحقيقه اللي هو ممكن نسميه الدعم بتاع الشريحه الشرائح بتاعت الطاقه الكهربائيه او في التعريفه في السودان، اللي هو دعم غريب نتيجة بس لانهيار سعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل الدولار من يعني 2010 إلى الآن، بدون ما يحصل زيادة في بدون ما يحصل مراجعة للتعريفة معه. بقى النمط غريب، بقى الدولة الآن بتدعم الفيرنس والجاز وبتحارب الطاقة الشمسية، عكس الحاصل في العالم كله. ولو حتى إنه الطاقة الشمسية كان مدعومة طبعاً في السنين الفاتت، لكن بقت ما محتاجة لدعم بعد كده لأنه بقت ممكن تجيف براها. لكن على الأقل كانوا الناس بيدعموها على حساب الطاقات. يعني إحنا بنعمل العكس، ندعم الطاقة الحرارية اللي هي ندعم الفيرنس والجاز والكرود إذا كان عندنا كرود، وتشجع الناس بالتالي إنه يشيلوا من الطاقة الرخيصة دي اللي هو في ذات الشبكة وما يخشوا في الطاقات البديلة اللي هو الطاقات الشمسية. فالمفروض طبعا الدعم يمشي للجهة الصحيحة. طبعا يعني أنا ما بطالب إنه يرفعوا الدعم نهائي، لكن الناس لازم يشوفوا حل. والحلول المقترحة إنك أنت تبدأ تدعم شريحة محدودة. الناس كانوا بيتكلموا عنها، يعني عارفين ده ما بقوله أنا، كل الناس بتاعنا الكهرباء عارفين الكلام ده، عارفين إنه ده الحل الصحيح، وتقريبا بنقول الكلام ده كل سنة. أوكي يلا، في لأنه النظام، لأنه الوضع الآن ما عادل نهائي،
الوضع الآن لصالح الناس اللي هم بيستهلكوا استهلاك كبير، اللي هم دايرين يعني عندهم كثير من التكييف وكثير من، على حساب الناس اللي هو الحمولة بتاعتهم بسيطة. ولو إنه التعريف الآن أتاحت لكل الناس إنها تستزيد من الطاقة الكهربائية وتركب تكييف، حتى الناس اللي في الأغاليم لأن الشبكة تمدت للأغاليم، فكل الناس مع الطاقة الرخيصة دي تلقى إنه مدة إنها تركب مكيفات غاز وإنها تركب أجهزة تستمر فيها، لأنه يعني السعر بتاع التعريفة يعني مقارنة بالتكلفة الحقيقية ولا أي شيء يعني. فأنت الخطوة الأولى إنك تعمل مراجعة للتعريف، تدعم دعم محدود بحيث إنه الزول اللي عايز يزيد بعد كده بيلقى إنه والله يا أخي ممكن يتجه لنمط بديل أو ممكن يركب ألواح وفي نفس الوقت من المفيد للحكومة إنها تدعم الألواح بشكل محدود، تعمل نوع من التقسيط وتستريد التكلفة. دي طبعا بعد ما تعمل دراسة للتجربة للكوست للأفويدد كوست اللي هي بتكسبه من دخول الطاقة الشمسية. فإذا كان الشركة بتاعت الكهرباء عملت دراسة، وافتكر دي حاجة ممكن يبدو بها الآن، إن تشوف أوكي كل ما دخلنا طاقة شمسية، كل ما دخلنا ألواح في الشبكة، الطاقة دي will displace الطاقة الحرارية بمقدار كم، وحلقوا إنه مش بس بتعمل displacement للطاقة الحرارية وإنما معاها بتعمل displacement للosses، فبتكسب مرتين. فحسابه ممكن يكون بدقة شديدة، بل أنت ممكن تحسبها، خليك من المدى البعيد، ممكن تحسب الأثر بتاعها للسنة واحدة، يعني ممكن تحسب في السنة واحدة الطاقة الشمسية مقدارها كم injected في low tension side، بتعمل displacement لطاقة حرارية مقدارها كم. أوكي خليك من المستثمرة بس من ناحية وقود، بس الطاقة المركبة الآن بس من ناحية وقود. أوكي وفي نفس الوقت بتوفر لك، بتعمل displacement للosses برضو، لأن losses ممكن تعتبرها توليد، نحن بنعتبرها losses بنعتبرها توليد. أوكي لأنه أي losses متجنبة عبارة عن توليد injected في الشبكة. فالطاقة الشمسية الخاشة بتعمل displacement للطاقة الحرارية وفي نفس الوقت تعمل displacement للosses، فبتقدر تحسب، تقدر تحسب في سنة واحدة بس إنك أنت كسبت قدر شنو. الحاجة دي أنت ممكن تستعملها تدعم بها الطاقة الشمسية. أوكي ما مطلوب منك، ما مطلوب منك تدعم تجيب قروش أو تجيب تمويل وكذا، بس من اللي أنت بتصرفه بس في الجهاز والفيرنس أنت بتستطيع إنك تدعم الطاقة الشمسية. أنا زماني انتهى يا لا ما احنا ما عندنا yeah. مشكله في الزمن بس yes. لو انت عندك ارتباط ولا كده لا no. لكن بالنسبه لنا احنا والله we are all yours، لانه فعلا دايرين نعرف شنو نحل تتحل المشكله بتاعت الطاقه الشمسيه دي كيف. اي انا ما عندي حاجه كثيره داير اقولها، كل داير اقوله انه طيب what's gonna happen لو احنا ما عملنا حاجه يعني. تخيل أوكي ما هي السنة الفاتت والسنة قبل الفاتت والسنة الفاتت وما عملنا حاجة، نحن ملاحظين شنو مسألة بس بتزداد سوءا وماشين على انهيار كامل. فأنت الحمولة it's not gonna go away، هتزيد الناس، مزيد من الناس بيخشوا في as long as إنه في growth، معناه في تمديدات، معناه في مشتركين جداد وفي حمولة زيادة.
انت حتصل ل ل ل ل لوضع you cannot satisfy the demand في اي ساعه من ساعات النهار. There is no way to satisfy the demand في اي ساعه من ساعات النهار. الان maybe we cannot satisfy the demand يمكن نص اليوم او فتصل لوضع انك you cannot satisfy the demand لاي ساعه من ساعات النهار. ونحن تقريبا في المنعطف ده. So ده هو انهيار كامل للشبكة. فالوضع الآن ما sustainable ما في شك. لابد يحصل حاجة. تحصل حاجة بأنك تجيب توليد جديد وتعمل له انجكشن في الناحية توليد تغليد وتعمل له انجكشن في الشبكة الحالية من التوليد الكونفنشنال بتحتاج اولا لتوليد كبير جدا جدا اول شيء to satisfy suppressed demand واحد و to supply the losses تحتاج معاه ل infrastructure عالي جدا أول شيء عشان تلحق ال infrastructure اللي أنت ما عملته في السنين الماضية عشان بس تأهل الشبكة تبقى في وضع جاهز لاستقبال التوليد الجديد. ال costs astronomical ال costs المطلوبة astronomical يعني لذلك الخطة طويلة المدى يعني الهدف من بتاع توزيع التكلفة دي على السنين الخطة طويلة المدى اللي اتعملت من منتصف الألفينات لحد 2030 الهدف منها توزيع التكلفة العالية دي على على السنين كل سنة انت بتتأخر فيها بتستثمار بيحصل تراكم لل opportunity cost to time value of money. Yes. فالموضوع يعني it's just not sustainable. We cannot ignore it. وبدون ما نعمل حاجة الموضوع ما حيتحل. فأتمنى إنه ما نكون في نفس الوضع ده السنة الجاية. وأنا بقول رأيي يعني I'm just فردي من أفراد البراغي في الشبكة. عندي نوع من الفهم للشبكة. عشان كده افتكر انه ممكن اتكلم بمعرفه شويه عن الشبكه ما زول الوحيد اللي بيعرف الشبكه عندي زملاء كثيرين جدا في الهيئه القوميه للكهرباء متواصلين معي ما متواصل معي من المدراء او من الناس المتخذين القرار لكن متواصل مع المهندسين اللي هم التكنيكال ده الناس اللي بحب اتكلم معهم لانه بنفهم بعض وبنفهم الحاصل شنو في الشبكه فنحن عارفين فالمشكلة يعني ما حاجة سحرية حاجة معروفة يعني في سموك سكرين أنا ممكن أقول عليه من بعض الناس اللي ما فاهمين المسألة بيعانوا لها من جوانب يعني معزولة بيقول لك يعني الليلة دي بس أنا واحد بيقول لي إنه المسألة دي ما مدي اقتصادية صح انت لما انت عايز لها من الجانب بتاع المستهلك بس اللي هو في ظل التعريفه الحاليه ما حتكون مجديه بالنسبه له يعني لانه لاقي له كهرباء مجانا حكومه بتدعم له الجاز والفيرنس طيب انا زول لاقي له جاز مجانا ولاقي له عمل طاقه شمسيه ليش فانت لما تعايلها من جوانب زي دي طبعا ما حتكون مجديه يعني فالمساله عايزه هوليستيك فيو يعني عايزه هوليستيك فيو ما الموضوع ما بس جانب بتاع المستهلك الدولة لازم تخش كشريك مع المستهلك عشان يصلوا لمصلحة يعني مصالحهم تتلاقى يعني فده المحك يعني فالسموك سكرين اللي هو بيضعوه الناس اللي هو ما فاهمين الصورة الكاملة دي مضرة لأنها بتغيب المعلومة الحقيقية اللي هو النظرة الشاملة يعني فدي نقطة يعني ممكن داير أختم بها إنه حقه نعاين للمسألة من ناحية الصورة الكاملة. طيب يا دكتور في سؤال هنا أنا ما أعرف أنت عندك زمن قدر شنو تأخذ أسئلة
لكن ممكن ما عندي مشكلة. تمام. أنا طيب الواحد الدائر يسأل سؤال يا أخواننا يستخدم الـ raise hand ونقوم نفتح له المايك، لكن بس يا أخواننا عشان الزمن ما ياخذنا forever، أي زول يختصر الموضوع بتاعه في دقيقة واحدة، يعني الترحيب السؤال كلها في دقيقة واحدة عشان شنو نقدر ناخذ أسئلة تكون مفيدة بتصفي السيمينار. أنا بس هبدأ بسؤال يترسل في الشات هنا من صلاح النعيم، قال عنده تجربة في أونتاريو في كندا، وبناء عليها بيسألك سؤالين. أول حاجة التأثير بتاع السولر على الشبكة من ناحية بتاعت استابيليتي وريالابيليتي، إنه محتاج يا أخي سبستانشال سبينينج ريزيرف، وده بيعتبر اندايركت كوست يعني اديشنال اندايركت كوست. فدي الاكسبيرينس عندهم في اونتاريو، ده السؤال الاول، فشنو الكومنت بتاعك عليهم؟ صحيح طبعا، اللي هو ذي الفيمس دك كيرف، اللي هو يعني الطاقه الشمسيه اللي هي متوفره بالنهار وبالليل ما متوفره، وبالتالي محتاجه ل سبورت او 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 تخزين عشان تتجنب انك تفاير اب الطاقه البديله في بالليل. دي طبعا نحن ما وصلنا مراحل زي دي لانه عندنا الانجكشن بتاعنا زيرو. انا ممكن اديك بعض الفيجرز بتاعت الطاقه الشمسيه، ال ما شايفه وين، لكن في مجموعه اللي هو الاي اتش اس اللي هي مجموعه بتاعت المعلومات بتوري انه السنه دي بس هيتركب 142 جيجا وات عالميا، منها الصين وامريكا اكثر من 100 جيجا وات، واوروبا اوروبا بتذكر 25 كم 20، والهند 14 جيجا وات. يعني كل الدول دي ماشيه في كميه كبيره بتاعت تركيب بتاعت الطاقه الشمسيه، بيقدروا يتعاملوا مع الستابيليتي او الموضوع بتاع السايكلينج بتاع الحموله، لانه الميكس بتاع الشبكه العاديه ما بيكون بس بيس لود، بيكون بيس وبيكينج يونتس، وهذه الاقتصاديات بتاعتها يعني كل الكومباين سايكل، كل الجاس تيربينز تعتبر سايكلينج، يعني انت ممكن تسايكل بسرعه جدا مع الحموله. نحن طبعا عندنا طاقه مائيه برضه كبيره جدا جدا، الطاقه المائيه مفيده جدا، يعني يمكن وضعنا فريد، وجود الطاقه المائيه هو ذاته بيعتبر تخزين، بيعتبر بطاريات مجانا، يعني السد بتاع مروي والسد بتاع البوسيرس، وحتى الطاقه اللي بنجيبها مع من الحبشه، وما بالمناسبه في ناس they are hyping up الطاقه اللي ممكن نجيبها من مصر والحبشه، الان الانفراستراكشر ما بتيح اكثر من حاجه محدوده جدا جدا، برضو عايزه بنيه تحتيه عشان نقدر نجيب منهم، ولو انها ممكن تكون يعني تكون من المشاريع المفيده. انا زي ما قلت دائما بشجع التوليد الميكس بكل انواعه، لكن عايز النظره تكون نظره مستصحبه كل الشبكه بما فيها تخفيض اللوسز في الشبكه. اذا خفضت اللوسز بعد ما عندي مشكله، انا ما في النهايه مهندس بتاع كهرباء بحب الميكس الهيلثي ميكس بتاع الطاقه الكهربائيه. anyway الطاقه المائيه اللي عندنا اللي هو بتاعت التوليد بتاع الدمازين ومروي دي بتعتبر بطاريات كبيره جدا جدا. اي طاقه انت ما بتستعملها بالنهار كويس عباره عن مويه انت ما بتصرفها بتقدر تستفيد منها بالليل. اوكي يعني ما استعملت النهار نتيجه الطاقه الشمسيه، اوكي ما راحت، لا يعني بالليل يعني انت وفرت مويه لانه ما استعملتها بالنهار، فممكن تستعملها بالليل وما زال، لانه عندنا كميه كبيره من الطاقه بتاعتنا طاقه مائيه، فربنا ادانا بطاريات مجانا يعني، فممكن نستعملها على نطاق الشبكه. الكثير من الدول ما عندها المساله دي، لكن في نفس الوقت بيقدروا يتعاملوا مع اللود بانه يعمل له سايكلينج. في ناس برضو في كثير من الانفرترز
الآن بس ريسيرش كثير جدا، ويمكن بدأ يسهر في السوق. كثير من الـ من الانفرترز بقت سمارت، يسموها مالتي موديولر، بتستطيع ان تعمل فيها ما يسمى ب فيرتشوال سينكرونس ماشين سيميوليشن. بيعملوا تمثيل للانيرشيا بتاعت الماشين، بيعملوا تمثيل الفريكوانسي سبورت والفولتج سبورت، فبتبقى المصادر بتاعت الطاقه تمشي، بتبقى البيهيفير بتاعها زيها وزي المكانات من ناحيه بتاعت انيرشيا ومن ناحيه بتاعت فريكوانسي سبورت، فبتحل المشكله بتاعت ستابيليتي. طبعا تحتاج معاها لبطاريات محدوده عشان النمط ده يكون لكن محدود، يعني ما تخزين، لكن just to support الجريد من ناحية بتاع stability. فالتغنية دي ماشي وبدأت تصعب في السوق بالمناسبة. تمام. طيب في سؤال تاني برضو من صالح النعيم، اللي هو سؤال technical، كيف إنه الكلام ده الفيدينج بتاع السولر generation كيف هيتحوش الجريد، يعني أساس إنه تحول الفولتج تعمل الانفيرجن للAC. طبعا يعني دي طبعا الجريد تاي انفرترز موجوده يعني فيري ماتشور تكنولوجي، وفيها دي سي تو دي سي، بيسموه بوك باست انفرترز، ومعاها ماكسيمم باور بوينت تراكينج، وبعد ده بيكون في انفرتر تو تاي مع الجريد تو ريز الفولتج. الاشياء دي الان بقت مجمعه في شكل موديولر انفرتر واحد. فالتغنيه بقت فيري فيري ماتشور. يعني ما في مشكله في التغنيه بتاعت تاينج تو ذا جريد. انا ما اعرف إلى الآن في السودان هل الجريد تاي انفرترز دي اللي هو نسميها اون جريد انفرترز إلى أي مدى خشت السودان أم لا. يعني الناس بتشتري الانفرترز العادية اللي هي من السوق، اللي هي بتعمل استابليشنج براها للريفرنس بوينت بتاعها، وتعمل الفريكونسي جينيريشن بتاع برا، لكن طبعا بتاعت الجريد بتعمل سينكرونايزنج مع الفريكوانسي بتاعت الجريد. بالمناسبه فيها حاجه مهمه جدا اللي هو الجريد تايم انفرتر، اللي هو مجرد ما قطعت الكهرباء بتاعت الجريد الانفرتر ذاته بيفصل، وده مهم طبعا لانه انت ما داير الطاقه الشمسيه تعمل فيدنج للجريد، ما داير تمشي بطريقه معينه، وشي خطر على اي زول شغال مثلا بيعمل في صيانه، بيجيو كهرباء رايح من ورا من المستهلك تكتيمه فيه. في نفس الوقت طبعا انت يعني يو روين الجهاز بتاعك، انت بديت تغذي الشبكه كلها من الطاقه الشمسيه بتاعتك انت. زي الناس اللي بيستخدموا البطاطير ويغذوا البطاطير من الجريد تايم انفرتر. في ناس معانا سي في كاليفورنيا، في صديقي عمر مبارك سي معانا، وهو عارف الحكايه دي تماما، اللي هو مجرد ما انت تفصل، مجرد ما الجريد يقطع هو الانفرتر هو نفسه برضه بيفصل يعني. طيب في الزاكي طلحه. نعم زاكي، يا ريت في اقل من دقيقه كده السؤال بتاعك ولا مداخلتك. السلام عليكم. مرحبا، اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. مرحبا ازيك يا طلحه، مهندس سابق. يا دكتور سؤالي، انت كنت قبل قلت يا اخي محتاجين نضيف محطات على 220 110 30. انا كلامي على الولايات، انا كنت مهندس في الولايات، معظم مثلا الشبكه الشرقيه محطات النقل اساسا ما محمله، يعني تكون محمله حموله خفيفه جدا. فجدول بتاع اضافه محطات جديده مثلا في منطقه زي القربه فيها 3 محطات، الشوق فيها محطه اساسا ما محمله، اروما ما محمله، الجدول بتاع اضافه محطات شنو؟ الشيء الثاني، انت قلت انه اذا جبنا مثلا السولار انرجي دي للتمبرري هي بتعمل ريفينيو للطاقه، لكن في المستقبل نحن مفترضنا نعدل شبكه التوزيع. اذا جينا ده نعدل شبكه التوزيع دي كوننا نلف بالهاي تنشن داخل الاحياء مثلا في المدن الصغيره،
انا ما اعرف دي مكلفه. واذا الزمنا مثلا معظم اللوت هو سنجل فيز لوت، اذا الزمنا المستهلك انه يجيب كيابل مثلا 16 ملي او شيء، فهي كوست عاليه جدا جدا ما حيتحملوها يعني. شكرا لك. طيب طبعا لما عمل الخطه طويله المدى بدت بلود سيرفي، حصل مسح لسوق الطاقه طبعا يعني، ودي طبعا الطريقه السليمه انك تعمل مسح للطاقه، بعدك يعني بعدك تبدا تمدد في الشبكات وكذا. فأنا ما بقدر أقول إنه والله التنامي بتاع الشبكة ما شاء الله، الشبكة وصلت ل حلفة، وصلت للشرق كله، وصلت آخر حاجة كان بابانوسا أظن، أنا ما أعرف وصلت وين في الغرب، فبقت ممتدة في أجزاء السودان كله. يمكن في أسباب يعني استراتيجية أكثر منها أسباب اقتصادية أدت لأنه الشبكة يحصل لها تمديد، وكويس إنه حصل، لأنه يعني ده لو كان ده تعمله الآن حيكلفك تكلفة عالية، يمكن ما كانت مجدة اقتصاديا في وقتها، لكن يعني هي بالمناسبة برضو أدت ل تنامي لزيادة الضغط على الشبكة للموارد تحت التوليد تحت الشبكة القومية. يمكن كان لو نظرت لها من ناحية اقتصادية maybe it makes more sense إنه المناطق دي تمد بطاقة شمسية، لأنه مشكلة السودان المسافات البعيدة جدا جدا يعني، فأنت بتعمل بتمثل بتمد خطوط لمسافات طويله جدا عشان تخدم حمولات صغيره. فيها 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 جوانب سوشيو ايكونوميكال اكثر منها جوانب اقتصاديه تماما. في تجارب مماثله، ما المساله دي ما بس حاصله في السودان. واحده من الحاجات اللي حاصله هنا، في انا قاعد في تينيسي هنا. يعني الان بتعامل كثير جدا مع الشبكه، مع الشركه بتاعت تينيسي فالي اوثورتي تي في اي. عندي معاون مشاريع نفسها معاون، وعندي معاون شغل كثير. أساساً دي قامت عشان تنمي البشر. كان حصل Rural Electrification Act اللي هو قانون فيدرالي من الثلاثينات بتاعت القرن الفات، بهدف توصيل الكهرباء للريف وبدعم حكومي، لانه ما في شركه لانه امريكا كلها شركات طبعا. الشركات ما بتمدد لك، انت ساكن لي في جبل فوق ولا ساكن لي في حله بعيده، ما بوصل لك كهرباء، ما بتخارج معك. فلازم كان يحصل تدخل من الحكومه عشان ما يقدروا يدوا المواطنين الكهرباء، لان المواطنين بالنسبه له الكهرباء بقت كانما حق يعني استراتيجي، ما بس فيمكن نفس الفهم كان سائد في السودان، انت دار توصل الكهرباء للناس عشان يستمتعوا بسلعه الكهرباء بغض النظر عن الجدول الاقتصاديه المحضه يعني. فيها جانب بتاع السوشيال ايكونومكس. الجانب الثاني بتاع انا متفق معك تماما، فيري اكسبنسيف انك انت تعمل تحسين للشبكه. للاسف الممارسه بتاعت انك تمدد خطوط يعني جهدي منخفض لممارسه مستمره من ما اعرف من 200 من السبعينات بتاعت القرن الماضي لكن مستمره الى اليوم وماشي بنفس الطريقه. على الاقل نقيف يعني، على الاقل نقيف عشان ما نستمر. Why don't we recognize ان الحياه دي خطا ونقيف منها الان؟ اي شبكات جديده تتمدد بطريقه صحيحه يعني. التكلفه ما في تكلفه بتاعت توصل هاي تنشن، دي سهل جدا ضحضها في سنه واحده بس، بتلقى اللوسز اللي انت بتوفرها بتغطي لك التكلفه بتاعت الهاي تنشن دي اللي هي 11000، وتلقى نفسك ربحت كثير جدا جدا. لكن انا كنت فهمت التكلفه اللي انت قاصدها في تصحيح الوضع الواقع يعني تصحيحه. ده تصحيحه طبعا مكلف، لكن ما في تكلفه انك توقف الممارسه الان
وتبدا تشتغل بطريقه صحيحه. لانه الحساب ولا تحسيبه بالراحه بتعرف بتلقى نفسك اللوسز اللي انت يعني، وكمان اللوسز الان اللي هي 12% بس في الجانب بتاع الجهد المنخفض ده، دي لوسز يعني كبيرة جدا جدا بتبرر أي تكلفة بتاعت استبدال الخطوط تحت الضغط المنخفض بالهاي تنشن. أنا ممكن أتعاون لأنه عندي تعامل مع المهندسين، وقبل كده كنت اشتغلت مع ناس التشييد في الحساب بتاع الباشمهندس إبراهيم حامد والناس تاعين التشييد كلهم يعني عارفين الكلام ده، اشتغلت معهم في ناس صلاح تبلدي والناس اللي كانوا موجودين، يمكن بغدادي برضو موجود، الناس اللي كانوا موجودين في التشييد اشتغلت معهم في الحساب دي، فكان يعني حساب سهل ما فيه مشكلة. تمام. في سؤال من مبارك حسن بيقول لك هل تقترح انه دعم الدولة للتوليد بالطاقة الشمسية خارج الشبكة للمشتركين يكون بصورة مباشرة ولا يكون بتطوير ثم اقتراح مشاريع لتركيب الألواح بأقساط للمشتركين؟ والله بأي صورة، أنا ما زول، أنا زول فني، زول بتاع كهرباء، ما بفهم كثير، بفهم في الكهرباء هايته، بفهم في ما بفهم كثير في الانسنتيفز، وما بفهم في التاكس بريكس وفي السياسات العامة بتاع الاقتصادية، ما بدعي إني بفهمها كثير. أي ما كان الانسنتيفز دي بأي صورة مناسبة ودي دائرة الناس تشترك فيها، سواء كانت بمشاريع أو بطريقة مباشرة، يعني النموذج في ناس ما شاء الله كثيرين يعني عندهم دراسات عليا وعندهم فهم في الإدارة بتاعت المشاريع وفي الاقتصاد وفي في السياسات الاستراتيجية، فبيفهموا أكثر مني في الموضوع ده. أنا عارف إنه في مشكلة فنية، المشكلة الفنية دي عندها implications وبتحتاج لمعالجة، فده الإطار أنا بقى بتكلم فيه، لكن الشكل بتاع الانسنتيف ده لازم يحصل incentive لأنه it makes economic sense. كيف how to actually carry out دي بخليها للناس المتخصصين. والله أخي إن شاء الله كل الناس يكونوا زيك يا بروفي أخ، لأنه يتعرف الأيام دي كل الناس بيكونوا مهندسين بتوع كهرباء وكل الناس عندهم يعني خبرة طويلة في طيب منى تفضل المايك معك. سلام بروفيسور، أنا I'm منى from the University of Oxford. معلش العربي بتاعي تعبان شوية، so I'll ask my question in English. You can speak in English. I can get brilliant. Thank you. So you seem very experienced in this field in general. So I wanted to ask you if you have seen any efforts to integrate electricity with other sectors. For example, like where the utility poles are placed in the city could increase rates of leukemia in children. This is worth interacting with the health sector on that front, for example. And there's tens of more interactions with the violence sectors, nutrition, sanitation, taxation. And I'm wondering if you've seen any of that happening so far, or is this right, okay, yet to come? Okay, Mona. First of all, I reside in Tennessee, actually in a city called Chattanooga. It's a very beautiful city. It's also actually called the Scenic City because of the beautiful views here. One of the first things that I noticed going around is that the utility, the word utility here does not necessarily mean just the electrical utility. It means all the other, you know, services that where the municipal authorities, you know, kind of converge. So the electrical or the utility pole is actually a pole that, you know, has or supports the conductors for distribution to the customers. It also supports communication services. It supports optical fiber for people who are subscribing to, for example, cable TV. It supports street lightning. It supports, so it's a kind of multiple kind of enterprise.
And that's probably an optimized way of looking at it. In Sudan we have a kind of experience of supporting communication services on transmission towers. There's a kind of wire on the top of the transmission that's called optical ground wire, and that's used for communication service. Actually, the very fact that the transmission in Sudan kind of traverses goes out to the country in general, all different places, it made using this, the optical ground wire as backbone for communication services seemed like a good idea. So that's one area where communication and electrical services kind of combine in one kind of infrastructure. And that's been around for some time. I think you mentioned something about, maybe I didn't, the health. The health implication. Oh, the health implications. That's a different subject, but it's something that I was involved in. I was involved in trying to estimate the effects. And that's a very murky area till now. We call it low ionization radiation effects. Low frequency effects, because of course you have communication services which are high frequency. I know there's a lot of talk nowadays about 5G and whatever. Yeah, but COVID-19. Electricity is called low frequency ionization, and they're trying to model the effect of low frequency ionization on the health of human beings. They're trying to arrive at a model of how it affects the skin or the DNA of the cells, if it does, you know, at all. They're trying to come up with any statistical studies where there's a significance for observed, diseases like leukemia, where people reside in proximity to high tension wires. It seems that the people who have been successful in finding that significance, it's very limited. There is about one or two studies that try to relate leukemia in children to proximity to high tension wires. And there's a group in the UK that's called the SAGE group. Probably heard about them. They came up with a report and they said, okay, better to be safe than sure. And therefore they kind of recommended safe distances. They said, okay, for 220 kV or 200, I think in the UK it's 240 maybe, something like that, I forgot. So they said, there's of course the 400 kV level, that's famous in the UK. They said, okay, the distance should be like 60 meters on either side. And then for 115 kV, which would be corresponding to 110 kV here in Sudan, distance could be like 30 meters. There's not an exact model. Until now, there's not an exact model, but people are just promoting and advocating safe distances just to err on the side of caution, right? Thank you. طيب أزاهر أو أزهري suddenly disappeared. محمد محمد السلام عليكم. مرحبا السلام يا دكتور، كيفك؟ إن شاء الله طيب. تمام بخير الحمد لله. شكرا كثير على زمنك وعلى تبادل الخبره والانشيتيف انك تدي رايك في المجال. انا كان درست معاه في جامعه الخرطوم، وحاليا بحضر ماستر في جامعه اسمها تيو ديلف في ذا نيذرلاندز. فانا انترست شديد في الماركت ديزاين
for energy for sustainable energy transition in developing countries. فأنا شايف واحدة من المشاكل في السودان وإن كان إحنا عندنا يعني كثير من الخبراء الممكن يدوا دورهم ومثلا زيك يعني ممكن يوفر يعني يدوا رايهم في policies إنه ممكن تفيد الديفلوبمنت بتاع السكتر، لكن شايف إنه واحدة من المشاكل إنه السكتر ذاته ما organized بصورة efficient. لو أنت لو زي ما عارف يعني مثلا هنا في يوروب حصل الليبراليزيشن للماركت في الانرجي سيكتور في الالكتريسيتي سيكتور، فحصل انبندل للفانكشناليتيز بتاعت الترانسميشن والديستريبيوشن والجنريشن، فبيجا في ذا لوبي في فور اكزامبل ان ذا جنريشن سايد تو بوش مور بوليسيز للجوفرمنت تو ادابت ذيس كايند اوف سبسيديز لايك مثلا تو سبسيدايز فور بي في تكنولوجيز اور ويند. ف انا عاوز اسمع رايك. انا صراحه انترست شديد يعني حتى في الريسيرش اللي بدينا قررنا انه نمشي على الاوف جريد سيستمز زي ما انت اقترحتها، لانه حاليا الشبكه يعني ما ريدي انه تو سبورت الاون جريد بالذات يعني الميترينج، وبرضه زي في السايد افكت والامبليكيشنز بتاعت انه انكلود ستورج. فعشان تعمل بروبر ديزاين للبوليسيز محتاج يعني ده الطريقة اللي احنا عاوزين نمشي فيه، انه تركز في الاوف جريد وبعدين تركز في الديزاين بتاع الماركت للديفلوبمنت كنتريز بانه تو سبورت ذيس سيكتور والديفلوبمنت، بانه تدخل البيزنس سيكتور والبرايفتايزيشن للجنريشن، بحيث انه هم ديل حاليا الناس اللي عندهم الكابيتال كوست الممكن يعني يخلي السيكتور تو ديفلوب. يعني لو انت مسكت مثلا السيكتور ده اديته مثلا بس الهيئه الكهربائيه، فبيحصل الفانكشنات بتاعت المونوبولي بتخلي في عدم ديفلوبمنتس. فانا عاوز اسمع رايك في الحته دي، وانه الموضوع ده ممكن تتاكل كيف في السودان، وبالذات لانه انت مثلا قلت انه مثلا انا ما اعرف هل هي الحكومه ولا الوزاره بتدعم الوقود الفيرنس والغازولين، فهل الدعم ده بيجي من الوزاره بتاعت الكهرباء ولا من الحكومه، وكيف ممكن to redirect this subsidy لحاجات مهمة أو مفيدة أكثر زي السولار إنرجي وكذا. طيب يا دكتور، بالنسبة لل management side of electricity، إنه يكون في والله generation ويكون في distribution ويكون في ما أعرف شنو، هل ال approach ده كويس يعني من ناحية بتاعت management؟ رحمن. نعم هي Yeah, it's okay. هي طبعاً الانبندلينج كانت فكرة رائجة جداً في نهاية التسعينات، وكثير من الدول بدأت فيها بحماس. أمريكا من الدول اللي بدأت في الديريجوليشن يمكن من منتصف التسعينات ومشت فيها بحماس شديد وحماس أكثر من اللازم، لدرجة إنه حصل مشاكل. يعني محمد أسي كان بيتكلم إنه بيحصل لوبي، إنه في لوبي بتاع توليد واللوبي، فدي المشكلة ذاتها. هو اللوبيز دي يعني اتضح إنه دور الريجوليتر مهم جدا، يعني ما ممكن تغيب الريجوليتر. الناس كانوا بيعتقدوا إنه أوكي just let the market decide, just let the market forces kind of decide the market of electricity. والموضوع gradually بيمشي نحو الاوبتيمم، يعني بس بالماركت فورسز يعني. فالنظره دي كانت شويه قاصره، لانه بالتحديد لمشكله اللوبي دي، وبالتحديد لانه فيها الماركت فورسز ممكن تجتمع وتعمل مانيبيوليشن للماركت. يعني ممكن they can create ازمات مفتعله ويقوموا يستفيدوا منها، زي الناس في ما خضرجية في السوق بتاع البطاطس ممكن يتفقوا عشان يغلوا سعر البطاطس، يعني ممكن يخلقوا أزمة في أي سلعة عشان يغلوا السعر. فاتضح إنه في قصور في النظرة بتاعت إنه الماركت is enough to drive الافيشنسي بتاعت السيكتور. طلع انه الدور بتاع الريجوليتر مهم جدا، للحد اللي هو انه حتى بعض الولايات هنا في امريكا وقفت الدي ريجوليشن، استمروا بالنمط النمط بتاع انه
يكون في شبه مونوبولي لشركات معينة. الآن أنا في 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 تينيسي ما عندي خيار غير شبكة واحدة غير شركة واحدة بتاع التوزيع بتعامل معها. still طبعا الفيرتيكال موديل طبعا يعني ده طبعا الناس اتخلصت منه في كثير من الجهات يعني اللي هو بتاعت just one big utility مسؤولة من التوليد ومسؤولة من النقل ومسؤولة من التوزيع. ده تقريبا الموديل ده حصل له one bundling يعني من زمان يعني. في السودان حصل unbundling لكن بصورة طبعا يعني فيها يعني just lip service. في النهاية هي حاجة واحدة يعني. يمكن خلقت عبء إداري وصعوبة في انسياب المعلومات أكثر كمان يعني. يمكن كانت مضارية المضار بتاعتها أكثر من المسائل بتاعتها يعني. السودان ما still هي حاجة واحدة اللي هي يعني تابعة للوزارة. فأجين أنا ما متخصص شديد في التخطيط الاستراتيجي والبزنس موديلز، لكن بأيد طبعا زي ما قلت لازم الناس تقعد وتعمل نوع من العلاقة بين الدولة وبين المستهلك. طبعا الدولة سواء كانت الوزارة أو الحكومة في النهاية أنا شايفة حاجة واحدة ناشر يعني مين هل الدعم بيجي من البترول، هل الدعم بيجي من الناس يعني. المهم في كاش فلو somehow حاصل في الوزارات بيخلق الآلية بتاعت الدعم ده. فلازم الناس تقعد مع تضع السياسات بتاعت التعامل مع المشترك. ودي طبعا ممكن يكون الستيك هولدرز كلهم المعنيين بالامر ممكن يشتركوا فيها يعني. الحكومه من جانب، اتحاد اصحاب العمل او هويفر، الناس اللي بيمثلوا اذا عملت مجموعه للناس الموردين بتاعنا الكهرباء بتاعنا السلع، المجلس الهندسي، المواصفات، كل الناس الستيك هولدرز في المسألة yeah, كلهم مفروض يكونوا شريك في وضع البيزنس موديل. وانس ان البيزنس موديل اتوضع ده طبعا صورة، ده طبعا بيحدد كيف الزول اللي عايز يخش بصورة ربحية في القطاع بتاع الطاقة الشمسية يخش كيف، والعايز يخش كمستهلك عادي ريزيدنشال ممكن يخش كيف. ودي اخف من المساله الكليه بتاعت الريستراكشرنج بتاع القطاع كله. الحقيقه الريستراكشرنج بتاع القطاع كله موضوع شائك وكبير جدا جدا، ولحد هسه للدول في اوروبا لا في امريكا ما وصلوا لصوره مثاليه فيه. زي ما قلت لك الان كثير من الولايات في امريكا وقفت الديريجوليشن يعني. ان ام فينيش بزنس. يس تمام. طيب اسهري كان حصل له ديسكونكشن الظاهر طلع وجا، فاسهري تفضل اخونا دقيقه. طيب. لو سمحتوا. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جزاك الله خير دكتور على الانفورماتيف سيشن دي. انا اسهري ضفع الله ميكانيكال انجينير ريزيدنت في البحرين. أنا عندي سؤالين. قبل السؤالين أنا أول حاجة I agree with you أنه we need to look at things from a holistic view. We need to start with reforming the subsidies and finance issues. طيب إذا عملنا reforming the subsidies and finance issues, my first question is أنه the infrastructure rehabilitation في transmission. I don't think it's avoidable. فهل في حالة زي دي بيكون يعني feasible لو دخلنا الـ private sector وعملنا piecemealing للمسألة بتاعت الـ rehabilitation بدل ما ننظر لها كـ infrastructure كامل لكل الدولة مفروض يتعمل في نفس اللحظة. السؤال الثاني الحتة الناس ما قاعدين يتطرقوا لها كثير يا دكتور، موضوع الـ energy efficiency في الـ demand side.
فاي بليف انه ات شود تيك ذا برايورتي اوفر السبلاي سايد والرينيوبلز وايفريثينج ايلس. في حاجه اسمها يونايتد فور انرجي جاست تو جيف يو ا فيجر, عملوا سيرفي صغير في السودان قبل 3-4 سنين على الفايف ابلينسز في الهاوس هولد في السودان, انه لو احنا وي ديد جاست a very with a very minimum ambition عملنا a small homework في انه to improve the efficiency بتاعت ال five appliances دي, we are able to improve or to reduce the electricity demand by 42%. ف I would like these type of firms or campaigns to always to consider المساله بتاعت ال energy efficiency on the demand side as well. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. شكرا عليك. الله لو سمحت اسهر خدت لي لينك للويب سايت بتاع الجروب ده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أسهري. I wholly agree with you 100% في موضوع ال موضوع ال energy efficiency. Actually عندنا webinar as منظمينه مع مجموعة أفتكر الأساتذة أو مجموعة المهندسين في قطر أعتقد at some point. ناس نمر. I tell you at some point وحنتكلم فيه عن حنتكلم عن النقطتين دي actually معي بروفيسور أحمد حسن التوم من معي في تينيسي هنا, هو أساسا يعني متخصص في الـ energy efficiency. فactually الحديث بتاعنا هو three prongs, اثنين منهم واحد الـ losses وواحد الـ energy efficiency. هو حيتكلم عن الموضوع بتاع الـ energy efficiency. I agree with you 100%. الـ energy efficiency we have to work towards implementing energy efficiency policies and تبع ناس الـ energy star standards ودي طبعا عايز مجهود مع المواصفات وال building codes والناس بتاع الاستيراد, وعايزة طبعا مجهود الناس مفروض تشتغل فيه. وش اللي كان في ورش في السودان حتى قبل ما أنا أجي في موضوع الـ energy efficiency كان بديناها وتكلمنا فيها كثير. وواحد من المواضيع الشائكة برضو ما مشت لي قدام ما أعرف ليه, تكلمنا عن طبعا الباور فاكتور كوركشن, وتكلمنا عن الافيشنت موتورز, وتكلمنا عن الاير كونديشنينج وعن البيلدينج ستاندردز. في حاجات كثيره خطا, براكتسز خطا في الديماند سايد مفروض تعالج. This is one of واحدة من المشاكل اللي هي عايزه برضو عايزة الدولة to try to enforce it, يعني تحاول تعمل سياسات عشان incentivize the customer to implement energy efficiency measures وفي نفس الوقت عشان هم يعملوا demand side. الموضوع بتاع الفيجر اللي انت قلته يمكن عالي لكن احتمال 42% ديز يعني هاي ذس از فيري بيج يعني انا صراحه طلعت هاي ذس از فيري بيج يعني انا ف اني واي اذا كان فعلا بالحجم ده بتبقى طبعا في هنعمل اسابيع بتاع التوعيه طوالي في الباحثين السودانيين. اللوسز انا عارفها هي كبيره جدا يعني دي مؤكد انها كبيره, وبالتالي كان التركيز بتاعي عليها لانه we can do something about it باجراءات بسيطه. يعني فهمت المنطلق بتاعي, I'm trying to target the losses باجراءات بسيط, باجراءات اول شيء فيها فوائد ثانيه, لانه انت بتقلل the losses وفي نفس الوقت you inject generation في السيستم. فبالنسبه لي الـ attraction بيجي من الـ من الـ من الـ dual benefits زي دي. So there's one thing انك تقول والله اوكي اخفض اعمل توفير, and there's another thing انك انت تحقق benefits بتاعت انك اول شيء توفر infrastructure, ثلاثه actually توفر infrastructure, تقلل losses, تزيد generation. فثلاثه حاجات
انت بتضربها بحجر واحد اوكي ف absolutely معك تماما energy efficiency it has to be one of the things that we need to target and to look at seriously with demand side management at the same time انت قلت كيف الناس تشترك في كيف المواطن يشترك في في الريهابيليتيشن بتاع الحقيقه انك انت مجرد ما انت تتخلص من النموذج بتاع بتاع اللو تنشن بتاع انك بانك تمدد خطوط بتاعت لو تنشن خلاص انت ده المواطن خلاص خش معاك في لانه انت اديته طوالي من الـ من الـ من قريب جدا من الهاي تنشن فتخلصت من 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 قطاع بالنسبه لك اصلا ما كان ضروري وكان عام وكان عامل لك هيدا وكان عامل لك لوسز الحقيقه انا اي دونت نو ما في نموذج لانه المواطن يشترك مباشره في في انفراستراكشر بتاعت يوتيليتي اي دونت ما عارف والله تجارب زي دي لكن الالماني مش حاجه كده برو ها في المانيا في شبكات الشبكات المتكامله بتتكلم عنها ولا شنو هي بتكون دي ولا يعني انت بتاخد وبترجع لا لا انا بتكلم عن انه يشتركوا في البنيه ذات الانفراستراكشر بانه في الخطوط والمواطن يشترك في الخطوط وفي المحولات وفي الحاجات زي دي يعني يشترك فيها دي ما 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 شايف نموذج لكن عارف انه طبعا اليوتيليتيز بترجع جزء من الكوست بتاع الانفراستراكشر للمواطن في شكل السمول الفيكس الايجار بتاع العداد اللي بيقولوه يعني اللي هو جزء من الفيكس كوست بتاع اليوتيليتيز بيرجعها للمواطن واساسا بيحمل المواطن شبكه رسوم بتاع الشبكات اساسا دي طبعا موضوع ثاني يعني نعم طيب احنا عندنا اربع اشخاص رافعين يدينهم نعم اخر واحد فيهم محمد اباظه ندي كل واحد نص دقيقه بس يسال سؤال ونقفل لانه عندنا ارتباط ثاني يا بروف عندنا ويبينار بعد ده بنفس الاكونت يعني طيب مبارك كان عنده مشكله في الصوت طلع وجا مبارك تفضل السلام عليكم مرحبا سلام ورحمه الله يبارك فيك يا دكتور انا طالبك في البكالوريوس والماجستير في جامعه الخرطوم فمبسوط جدا بالمشاركه معاكم انا شغال في الحقيقه في السمول سكيل بي بي سيستم في المملكه العربيه السعوديه الو مرحب اي لكن بس انا ما قادر اتصور انه يعني ان احنا كيف نغني على الكاستمر عندنا في ظل الكهرباء المجانيه الحاليه بانه يركب بي بي سيستم يعني ما بنقدر ما ابدا ما بنقدر اي يعني نستنى لحد ما الشبكه تنهار بعد ذاك بيقتنع يعني الا ممكن يعني انا اقول لك شنو في بعض المحولات مثلا ال1 ام في اي وال1.5 ام في اي بيكون عندنا زي مساحه كده المساحه الفاضيه دي ممكن نستغلها في تركيب سمول سكيل بي في سيستم للفتره النهاريه بدون باتري ستوريج وتغذينا طوال المحول يعني ما مشكله اللوسيس اللي بتكون في اللو فولتج يعني في اللحظه دي لانها من سولر انرجي فدي ممكن على اساس انه بس نقلل اللوسيس زي ما قلت ونقلل التوليد النهاري بالليل ما مشكله خليه ياخذ من الشبكه اتفق معاك يا مبارك اتفق تماما انه يوتيليتي سكيل يعني بروجكتس تعمل انجكشن بس لو عينت لها كده بالراحه نفس البروجة اللي انت بتستعملها في اليوتيليتي سكيل بروجكتس دي ممكن تعمل بها دعم لللوحات بتاعت المواطن بتكسب لما تعمل دعم للوحات بتاعت المواطن في انك بتقلل اللوسز بتاعت اللو تنشن بصوره اكثر يعني فالفائده بس بتكون اكثر يعني لكن اوكي اذا كان دي صعبه انه الناس تصل فيها لحل يعني وما دارين يعني يعملوا انسنتيفز يعملوا كده يعني it's the next best thing في رأيي يعني. طيب اوكي شكرا. محمد الزين كان برضو طلع كده اخر وبعده أباظة ده اخر input ان شاء الله تفضل. السلام عليكم. مرحب محمد الزين.
أهلا محمد زين، مرحبا. في الحقيقة أنا عندي 3 نقاط. النقطة الأولى، أنا بحب أمن على حاجة، واللي هي شنو، إنه أي بلد عايزة تتقدم لازم يكون عندها مصادر للطاقة. صوت واضح؟ الصوت بيقطع شديد يا أحمد. أنت محمد زين صاحبي بتاع الغازية زمان ولا زول تاني؟ الصوت بيقطع شديد. هو دي كان عنده مشكله في الصوت قبل واسر من جراي ثاني الظاهر المشكله جات. طيب محمد ابو عندي مهندس، كان عندي مهندس صديقي بتاع الغازية بتاع بحري، يا هو اللي زول ثاني. طيب محمد ابو عازه، ده اخر زول. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سؤال. الله يكرمكم يا اخي، جزاك الله خير يا بروف. انا حقيقه سؤالي انه يعني في ظل التحول المطلوب والمنشود والشغل ده، شنو اهم المعوقات اللي بتواجهنا؟ انا ما اقدر ارجع ثاني، ما اقدر البروف يرجع ثاني، لكن المعوقات ما كثيره، لكن شنو اللي احنا لو قدرنا لمسناه بنقدر نعمل انتقال سريع؟ شكرا جزيلا. المعوقات الاساسيه الانفورميشن طبعا، ودي واحده طيب. من ودي يمكن السيمينار ده اللي هو بتاع دكتور انور، دي واحده من الحاجات اللي احنا بنعملها يعني. دكتور انور ده بروف ما 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 ما, ما اساس الانفورميشن والشغل كله يعني، ما شاء الله. تعرف دي اهم الانفورميشن ذاته. اهم مشكله. طبعا انا محبط شديد لانه الشاعر انه ما قادر يوصل الرساله، والكلام ده قلته يعني قبل كده، وزي ما قلت انا اسف الكهرباء فاهمين الموضوع، لكن ما اعرف السودان ده مبتلى بانه الناس اللي بيمسكوه ما عندهم اثنين. الناس يس، الناس بيحصل نوع من الضباب، من الضجيء، التلوث ممكن نسميه النويز بتاع المعلومات. فلما يحصل النوع من التلوث بتاع المعلومات، الناس ما بتفكر بعقلية واحدة. في أصوات عالية جدا بتقول إنه الكلام ده ما فيه زبول وما 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 منه جدوى، وده ما بيبقى، والحل ما بعرف. الحل في إنه نعمل كده، والحل في إنه نعمل كده، والحل في إنه. الحقيقة الكلام اللي بيقوله كله بيكون جزئية، بتكون صحيحة يعني. بتكون جزئية وبتكون صحيحة يعني. الجزئيات دي ما بتحل المسألة، فلازم انت you have to attack the problem بحيث انه انك تحل as many problems as possible بإجراءات بسيطة. عندنا مشاكل بتاعت فاقد، عندنا مشاكل بتاعت وقود، عندنا مشاكل بتاعت infrastructure، عندنا مشاكل بتاعت تنامي حمولة. How can you try and solve كل الحاجات دي in the same time بمجموعة من الإجراءات البسيطة؟ ما يعني لما تجيب نصف الحقيقة أو ربع الحقيقة وتقول والله ده الحل في الكلام ده، أوكي؟ بيحصل بلبلة، الناس بيقول أوكي معناه we have to pursue this. وناس ثانيين يقولوا لا we have to pursue this. ناس ثانيين يقولوا لا we have to pursue this. الحقيقة كل الحلول دي الجزئية دي it solves part of the problem لكن it does not solve a lot. So انت عايز يعني تحاول توعي الناس بس ب ب ب ب وتحاول تعمل consensus. أنا جس فردي واحد، لكن دار معاي ناس يكونوا برضو موافقيني إنه okay this is the right way to go. إذا في ناس كتيرين وعندهم خلفية كويسة في الشبكات وفي الطاقة المجددة وفي solar energy كلهم وصلوا لأن consensus إنه الحياة دي صحيحة، ممكن الناس تمشي لقدام. They can arise above a noise level. القلت له يعني
يعني في 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 واحد في واحد مثلا قال بس في الفيسبوك انا بقرا في الليله قال هو واحد قال الحل في الزول ده والزول ده قال يعني جاب زنزور والزول ده قال والله الحل انه مستعمل ليزر لانه الليزر بينتج درجه حراره عاليه 2000 وقال له طيب اشرح لنا قال والله انا ما عارف بس عارف انه الليزر درجه حراره عاليه جدا وبالتالي المهم يعني في حاجات زي دي كثيره هايمه يعني ناس زي الله لو سمح لي لو سمح لي البروف احنا محتاجين نفكر خارج الصندوق يا اخي ما خارج الصندوق الصندوق ده ذاته بس جواه ونحن نطبق الحياه اللي بيقولها دي يعني انت عارف اي والله الانفورميشن دي يا بروف دي واحده من الحياه المشاكل الكبيره جدا جدا يعني في وقت مثلا زي بتاع الكوفيد 19 ده اكثر حته يفترض انها تكون افكتيف في قطاع بتاع بيجا هو الانفراستراكشر الجديده للنيو نورمال الاتصالات والبتاع الهيئه القوميه المركز القومي للمعلومات الحين الناس كلهم معطلين يعني ما بتقدر تعرف السر وداير معلومه ما بتقدر تعرفها يعني الجامعات كذلك مراكز البحث وما في زول بيسالهم قبل احنا عندنا سلسله بتاعت لقاءات اللي عندي مع المركز القومي للبحوث عشان الناس تعرف انه عندها مركز قومي للبحوث يعني يتكلموا في الطاقه ويتكلموا في الزراعه ويتكلموا في اي في البيئه وكده ما في واحد من واحد من الستيك هولدرز المهمين شديد يعني ما في زول بيمشي جامعه افريقيا للناس نعم. يعني كل 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 الناس المسؤولين الناس اللي عندهم اكسبيرينس في الريسيرش في في الحياه الريليفنت بالمناسبه في 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 ناس الطاقه الشمسيه جامعه الخرطوم من الناس اللي انا بثق فيهم تماما ناس دكتور سماح ودكتور محمد هاشم بروفيسور محمد هاشم والجماعه دول برضه يعني عندهم مجهودات كويسه جدا من واكشلي بينشروا في ابحاث يعني اي يعني عندهم بيبرز يعني منشوره عن الـ عن الـ عن المحاولات بتاعتهم وعن يعني البروموشن بتاعهم للفوتوفولتايك وكده عندنا احنا واحد من المشرفين بتوعنا الباحثين السودانيين دكتور محمد الحاج عنده دكتوراه في الطاقه الشمسيه وكان مؤسس حاجه اسمها سودا سولر واسي حاليا تحولت لكلين انرجي فور افريكا وعندهم ويبينارز وهو بيخش فيها كل الناس بتوع الطاقه وكده انا اعتقد يا بروف المشكله بتاعتنا بتاعت يعني ديسيشن ميكينج وبعدين انفورسمنت واكاونتابيليتي لانه الحاجه دي حصلت وما حصلت اعتقد انه كلنا متفقين على المساله دي يعني بوجودك وبرضه طبعا فهم محاوله فهم المساله بكلياته يعني انا يعني انا قلت عنق الزجاجه والكلام ده قلته لسبب لانه يعني اساس المشكله الحاليه في رايي انه you're trying to push power كبير جدا في عنق بتاع زجاج ضيق جدا جدا يعني وتحاول توصيله للمواطن ده this is one of the biggest problems now اللي هي دي الفكره دي حاولتها عشان كده استخدمت اللفظ ده واستخدمت المعنى ده انه مع كل الحاجات الثانيه اللي هي البروموشن بتاعت السولر وانه بيجا فيزبل وليفلايز كوست وما بعرف الكلام كله اللي بيقولوه ده انه كمان في السودان في more incentive في more urgency في more impetus لانه impetus ان احنا نطبق الطاقه البديله او الطاقه الشمسيه قلت لك المركز القومي للبحوث انا احنا بنعمل معاهم ويبينارز وبنعرف نتعرف يعني كل يوم ويبينار بنتكلم مع مدير معهد ولا هيئه ولا كده ورونا عندكم شنو والحاصل شنو طيب دي الحاجه دي احنا ليه ما عارفينها وبتاع فسالت سؤال يا اخوان انتوا المركز القومي للبحوث ده هل قبل كده جاكم سياسي داخل من اي حزب من الاحزاب السودانيه خليك من الحريه والتغيير والحكومه السابقه العهد البائد ما في سياسي بيمشي مراكز البحوث يسال عشان بيس عليها يقوم يطلع بوليسي ولا كده لا يعني والله يا بروف انا اقول لكم كله صراحه وامانه انا من الناس بحكم وجودنا في الباحثين السودانيين بيجيك زول يقول لك يا اخي ارجنتلي داير لي اي مبادرات عندكم جاهزه عشان بكره ولا بكره عندنا اجتماع بيكون عشان يرسم بوليسي بتاعت السودان كله دايرين شنو ورق يخشوا بين الاجتماعات يعني ما عارفين هو ذاته جواه يكون حاصل شنو منو اللي حيطبق الكلام ده والى اخره فاعتقد انه الكلام ده لازم ينتهي هون حد بس فرصه بسيطه لبابكر علي هو قال باحث سابق في مركز ابحاث الطاقه ومنها حننهي لانه صراحه زمننا فات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحب. بعدك رسالي يا محمد علي، باحث سابق محضر حاصة الطاقة، تركته سنة 2000، الآن مستقر بألبرتا كندا، عملت PhD في جامعة ألبرتا في Sustainable Energy، كنت شغال في قسم الطاقة الشمسية، وعملت الماجستير في جامعة خرطوم، خريج جامعة خرطوم هندسة ميكانيكية بإشراف بروفيسور أحمد هاشم صديق في الطاقة الشمسية. حقيقة الكلام أنا الزمن مدني لأنه ضيق، ما في زمن حزاته يا أبا بكر، فخش الموضوع. أي ما بتكلم عن المشاكل محل بحاس الطاقة، بس المركز القومي بحوث ده أسس سنة 71 بمبادرة من بروفيسور عبد الرحمن العاقب، وفي إرث كبير جدا جدا في المكتبة بتاعة معهد أبحاث الطاقة، ما عارف بس موجود ولا ما موجود، وفي شغل كثير جدا جدا ما لقى طريقه للناس، وما داير أخوض في الحاجة دي. لكن في بس في المشكلة اللي بنتكلم عنها الليلة دي، والله كانت مفيدة جدا جدا المعلومة المحاضرة اللي قدمها لنا على الدكتور عبد الرحمن، بس في جزء بسيط الناس مفروض تركز عليه ويعملوا هايلايت عليه، الجنريشن ميكس في السودان. الجنريشن ميكس في السودان فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، الناس تبدأ من هنا وتزعل نفسها which bus where they have to go. وليه مثلا طاقة شمسية، ليه مثلا ما ويند، ليه مثلا ما دايركت بايوماس، ليه مثلا رينيوبل انرجي، ليه ما بكر ممكن ليه ما دكتور مثلا نعم. دكتور ممكن نعزمك لويبينار تيجي تتكلم لنا ليه 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 كل البتاع الميكس الجنريشن ميكس جدا، تاخذ فرصه كامله يعني فرصه كامله تقدم الفكره بتاعتك. بديك يا ابو بكر الحاجه الجايه من انرجي انفورميشن ادمنستريشن في امريكا، اللي هي بتتكلم عن الليفلايزد افويدد كوست اوف انرجي. دي الحقيقة didn't share it، لكن كنت ناوي to share it الآن. أنا عندي بيبر الناس ممكن يطلعوا عليها optimization of power generation mix in Alberta، منشورة في resources، المجلة بتاع journal of resources، الناس ممكن يشوفوها how to optimize the generation mix للمنطقة ذات. actually يا بابكر، عادة نحن ما بنعمل، عادة بنجيب خبراء. آخر مرة جبنا PB Power عشان نعمل الخطة طويلة المدى، ف نحن زادنا استفدنا من وجودهم، تعلمنا how to come up with a generation mix. يعني we are doing that وإن شاء الله بالطريقة يعني صحيح يعني ما في نعم. فهي باختصار بس الانفايرومنتال امباكتس على لكل ميجا وات اور انت يو جنريتد على الـ على الـ على الـ على الووتر وعلى اللاند وعلى الكوست وعلى الاير جي سي جي ميشنز، كل الحاجات بتبقى كومبريهنسيف، وكيف تختار باث واي. يعني ليه ما كول في بورسودان نجيب دكتور بابكر؟ صدقني الكلام ما حتقدر توصل كله كلامك قدر تقوله، انا بديك فرصه اصلا حاليا ذهبيه، تعال قدم كلامك كله ونحن كلنا نسمع لك. دكتور عبد الرحمن زاد يكون قاعد يسمع، ما في كده ما في مشكله، بس الزمن بتاعنا نحن ليميتد. يا دكتور عبد الرحمن يا ريت لو عملت شير للحاجه اللي قلت لك تعمل لها شير، لان انت قلت ذكرت حاجتين، عملت جيبدا. شير لواحده جدا نعم تفضل اعمل لها شير الان ولا تقصد على اي؟ يا ريت اعمل لها شير الان. اوكي الان لانه حتكون دوكيومنتد مع الويبينار، ممكن الناس يرجعوا له بعدين. طيب دل الحاجة الأولى أنا عملت لها شير. الحاجة الثانية اللي هي let me see اللي هي دي نعم دي اللي هي اسمها ال levelized cost of electricity and levelized avoided cost of electricity by technology and region. فعندك ال combined cycle وال coal وال nuclear وال solar photovoltaic وال onshore wind. المحور الأفقي ده اللي هو سموه levelized cost of electricity، المحور الرأسي بسموه levelized avoidable cost. الاثنين لما يكون عندك الخطوط
along لما يكون عندك ال 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 المعيارين along the same line اللي هو along the diagonal ده معناه it's okay ما في economic incentive to go with or without. لما يكون الاتجاه ماشي أعلى يعني above a diagonal line معناه levelized avoided cost أكتر من levelized energy cost معناه هنا في economic attraction, it's attractive, it's incentive. Economically attractive, لاحظ إن economically attractive bills are shown up at or above the diagonal break-even line for each technology. فلو لاحظت الطاقة الشمسية يعني في tendency إنها تكون أعلى شوية من diagonal line. وبالتالي بيجت attractive من ناحية شبكة, من ناحية revenue. لاحظ هنا الفحم الحجري. It's not attractive لأنه تحت الدياجونال. لاحظ النيوكلير, it's not attractive. بس الناس النيوكلير والفحم الحجري يعني في أمريكا يعني شايلين هم كبير لأنه الإيكونوميك موديل does not support them. مع إنه هنا الحكومة بتحاول عشان الجوبز وكذا بتحاول تقول لهم we are supporting you, we are supporting the industries دي, لكن الإيكونوميكس مشغالة عكسيون. الأونشور ويند يعني لو لاحظت في بعض المناطق في 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 وفي بعض المناطق في 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 ما في incentive تقريبا الاثنين اللي هو السولر والكومباين سايكل الناتشورال غاز كومباين سايكل دول اكثر خيارين الليله attractive في امريكا يعني ناحيه اقتصاديه I'm talking about unsubsidized power solar power يعني مش مديه وكمان بتنافس أكثر طاقة مدية في أمريكا اللي هي الناتشرال غاز فما في كلام في إنها مدية يعني That's what I want to say شكراً جزيلاً بروف عبد الرحمن صراحة يعني very informative و comprehensive وحاجة يعني need to be heard من ال decision makers في الموضوع ده وأتمنى إنه الفيديو زي ما هو الجروب بتاعنا فيه 600 ألف عضو بلس يكون فيهم ناس من ال decision makers وياخذوا الموضوع سيريسلي وانت افيلبل يو افيلد يور سيلف لانه لو دارين كونسلتنسي دارين اي اوبينيون ولا حاجه مش كده بروف؟ نعم الله يديك الصحه والعافيه ويخليك زي ما قال نحن في السودان نهوى اوطاننا ولو رحنا بعيد برضو هناك الله يديك الصحه والعافيه وشكرا لكم الناس الحضور هنا والناس المتابعين عبر الفيسبوك بروف عبد الرحمن موجود في المجموعه موجود في البروفايل بتاعه طوال احنا متابعين ونستمع ونتعلم منه يعني يديكم الصحه والعافيه شكرا جزيلا شكرا دكتورة الله يديك العافية